بين المطالب والتوقعات والأمنيات ينظر المواطن في الأردن إلى ذلك التاريخ وما فيه من استحقاق دستوري، تاريخ يعلن من خلاله ولادة مجلس نيابي جديد يحمل اسم المجلس النيابي 19. الوصول إلى ذلك يعني أن المواطن سيبقى أمام بورصة الأسماء والشعارات وما ستحمله البيانات الانتخابية والعملية التي هو أساسها. احنا مش ضروري مثلا يكون انه يخدمني بوظيفه ولا يخدمني بشيء معين، لا يخدم البلد، يكون صاحب قرار، النائب يكون صاحب قرار. احنا بدنا الناس تحارب الفساد، واغلب الشعب الان اللي هو الموجود بطل يثق في مجلس النواب، صارت ثقه متزعزعه ما بين المواطن ومجلس النواب اللي هم الاعضاء. بدنا يكون مجلس النواب فيه العنصر الشبابي ويعطي فرص للشباب، والشباب هم اللي بيبنوا البلد وهم جيل البلد وهم مستقبل البلد. وبهذا سيكون الوصول إلى يوم الاقتراع بحاجة إلى المرور بعدد من المحطات والإجراءات التي يقع فيها التعويل على جانب الهيئة المستقلة للانتخاب وحجم استعدادها لهذا الحدث الذي يتطلب مشاركة شعبية. المواطن عليه أن يقرر، لا مجال للتغيير إلا من خلال صناديق الاقتراع، إلا من خلال الانتخاب. لا يجوز للمواطن أن يربط بين مواقفه من الحكومات إذا كان غاضبا أو راضيا وبين قراره بالمشاركة في الانتخابات، هذا قرار مختلف، هذا قرار قد يجد فيه الحل إذا ما ذهب إلى صناديق الاقتراع، عليه أن لا يترك المجال للآخرين كي يقرروا نيابة عنه. ويذكر أن تاريخ 10 من تشرين الثاني المقبل سيكون موعدا للانتخابات النيابية في البلاد بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء انتخابات مجلس النواب وفق أحكام القانون. تتعدد الآراء وتختلف وجهات النظر حول المطلوب من المرشح النيابي القادم، لكن الإجماع الشعبي يظل متطلعا إلى وجود مرشح قادر على صناعة التغيير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. عبيد ضمور، المملكة، عمان.